بشعار عبد الله بن حمد بن بهيان العامري، من انطلق بالصدارة وانطلق بناموس هذا الشوط في هذا التحدي المثير يلي مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى الحذر بشعار خليفة بن سيف بن هلال العليلي يتسلل على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من سلهود لعلي بن عبيد بطوير الشرك تبي. ومع المركز الرابع من الجانب الآخر التقدم أيضا بشعار الرملي بن حمد رعشيق العامري مع شاهين اللي انطلق على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات مشغل مروان بن فري بن غانم بن حموده الظاهري. الدور دور المركز السادس وأرى التقدم لمياه محمد بن سعيد بن عبيد الحميري متابعا لانطلاقة مياس مع المركز السادس. بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى التقدم في هذه اللحظات والقدوم من شاهين حمد بن عبيد بن حلوس العامري متابعا لانطلاقة شاهين مع المركز السابع. ثامن التحديات انطلاقة الشارد بشعار محمد بن عتيج بن عرطي الحميري. وتاسعا من الجانب الآخر ظبيان عبد الله بن راشد بن سرود المنصوري يتقدم ايضا مع انطلاقه وتحديات ظبيان مع المركز التاسع. نكمل النداء للعشر المراكز المتقدمه في هذا الشوط. نتابع زمهرير حمد بن سالم بن خليفه برويس الكتبي من يتقدم ايضا على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، الجوله الاولى مع العشر الاساسي سامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في تحديات الكبار وانطلاقات أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. لنعود مع الصدارة والبداية والمقدمة وسلهود من قاد المجموعة. علي بن عبيد بن طوير شلكتبي يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق المتميز مع سلهود اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني نتابع المركز الثاني وأرى التقدم للحذر بشعار خليفة بن سيف بن هلال العليلي يتقدم أيضا على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث صوغان عبد الله بن حمد بن بهيان العامري متابعا لانطلاقة صوغان على مستوى المركز الثالث. تحدياتنا مستمرة وانطلاقاتنا رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قناة دبي ريسينج. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم، نتابع التسلل لمشغل بشعار مروان بن فري بن غانم بن حموده الظاهري. ومع المركز الخامس التقدم والتسلل لشاهين والرملي بن حمد رعشيق العامري يعلن انطلاقة شاهين على مستوى المركز الخامس. نتابع المركز السادس، نتابع مياس من يتقدم على مستوى المركز السادس بالشعار أيضا وتحديات محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع على القدوم وراء التسلل شاهين يتسلل مع المركز السادس وحمد بن عبيد بن حلوس العامري من يقدم هذه السلاله على مستوى المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع ظبيان لعبد الله بن راشد بن سرود المنصوري. ومع المركز الثامن مياس بالشعار محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. ولكن أرى التقدم للزمهرير حمد بن سالم بن خليفة برويس الكتبي. ننطلق مع المركز العاشر كي أرى مياس مطر بن مهير بن محمد بن خميس الكتبي متابعا لانطلاقة مياس مع المركز العاشر. هذه النتيجة النداء الثاني أكملناه للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل.
والرائع، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، مع المقدمة ما شاء الله تبارك الله. التحديات التحديات جميلة، ولكن أرى التغيير، أرى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط بعد المغادرة للوحة الأربعة كيلومترات، بعد ما انتصفنا المسافة في هذا الانطلاق المثير الحذر على الصدارة. سيف بن هلال، بن هلال العليلي ينطلق أيضا، أو خليفة بن سيف بن هلال العليلي، من يقدم، من يقدم تحديات الحذر، اللي انطلق بالصدارة، اللي قاد المجموعة. ولكن شاهين بدأ يتسلل، أقوى المرشحين في هذا الشوط مع سجلاته الحافلة بالإنجازات والتحديات، مع هذا الشعار، شعار حمد بن عبيد بالحلوس العامري، القادم القادم من المصانع الجنوبية، يقدم تحدياتي شاهين اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس. أو عفوا سلهود اللي مع المركز الثاني، مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي ينطلق أيضا بشعار علي بن عبيد بطويرش الاكتبي، ما شاء الله تبارك الله، اللي انطلق مع المركز الثاني وتحدياته على الصدارة، ومع المركز الثالث، المركز الثالث شاهين الرملي بن حمد رعشيقة العامري يتقدم مع المركز الثالث بهذا التحدي، بهذا الانطلاق الجميل، ومع المركز الرابع صوغان شعار عبد الله بن محمد بن بهيان العامري يتقدم ايضا، شعار بن بهيان على مستوى المركز الرابع، وصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس. نتابع شاهين بشعار حمد بن عبيد بالحلوس العامري يتقدم ايضا بخطى ثابتة، ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر مشغل ياخذ ماخذ الزاوية بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، مروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري، ولكن أرى القدوم، أرى التسلل. نتابع زمهرير حمد بن سالم بن خليفة برويس الاكتبي يتسلل ينطلق مع المراكز المتقدمة. نتابع أيضا ظبيان لعبد الله بن راشد بن سرود المنصوري يتقدم أيضا في هذا الانطلاق مع المركز الثامن وتاسع التحديات، انطلاق قادم لمياس مطر بن مهير بن محمد بن خميس الاكتبي، ومع المركز العاشر، المركز العاشر نتابع التحديات من مياس محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، يعلن تحديات مياس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، مع المقدمة، مع الكوكبة الثنائية على مقدمة هذا الشوط. نتابع الحذر وسلهود منذ البداية بقمة التحدي والإثارة، ما شاء الله، سلالة صغانية والسلالة الهملولية والتنافس الحاضر في هذا الصباح الجميل مع أشواط الإنتاج وفئة المنتجين في هذا العالم الساحر، مع هذه الانطلاقات المثيرة، مع التحديات الجميلة. ولكن نتابع شاهين اللي بدأ يتسلل، بدأ يقلص المسافة ما بين المراكز المتقدمة. شاهين مع المركز الثالث يتسلل باين وملحوظ بهذا الشعار، شعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري، ومع المركز الرابع نتابع ظبيان عبد الله بن راشد بن سرود المنصوري، ومع المركز الخامس من الجانب الآخر شاهين للرملي بن حمد رعشيق العامري، ومشغل من الجانب الآخر، مشغل لمروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري، والأسامي اللي بدت في هذه اللحظات والتحدي الحاضر في هذا الصباح الجميل. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط، والتسلل لشاهين اللي قاد المجموعة حمد بن عبيد بن حلوس العامري، متابع لانطلاقة شاهين بأدائه المتميز. ولكن أرى سلهود مع المركز الثاني علي بن عبيد بن طويرش الاكتبي، الحذر مع المركز الثالث، الحذر أيضا بتحدياته خليفة بن سيف بن هلال العليلي، متابعا لانطلاقة الحذر، وصل مع المركز الرابع بهذا الانطلاق الجميل شاهين للرملي بن حمد رعشيق العامري، والقدوم أيضا من
من مياس المطر من مهير بالصوبة. الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الرابع. أرى الأسامي القادمة، نتابع أيضا شاهين لمحمد بن عبيد بن خادم. الكعبي يتسلل بأول ندى، نتابع أيضا ظبيان لعبد الله بن راشد بن سرود المنصوري. والأسامي القادمة، التحديات القادمة في هذا الانطلاق المثير، ما شاء الله تبارك الله. ولكن شاهين قاد المجموعة، انطلق بناموس هذا الشوط، ينطلق بالتحدي بالإثارة بسجله الحافل بالإنجازات في رصيده. بندق 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 أو بندقيتين بالفعل في رصيده، في رصيد الحافل أيضا بالإنجازات والتحديات. حمد بن عبيد بالحلوس العامري مقدما انطلاقة شاهين. ولكن القدوم مع المركز الثاني، وصل حشيم بأول ندى يتسلل مع المركز الثاني. مسلة بسريم بشوير بالعامري. من الجانب الآخر مياس مطر بن مهير بالصوب. الكتبي والكوكب ثلاثية على مقدمة هذا الشوط. واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، صدرت الأوامر، انطلق الجميع بناموس هذا الشوط. شاهين على الصدارة، مياس يحاول اللحظات الأخيرة. شاهين وشعار حمد بن عبيد بالحلوس العامري. مياس مع المركز الثاني، مطر بن مهير بالصوب. الاكتبي، ولكن السلامات لأهالي المصانع الجنوبية مع هذا الشعار، معود انهم شاهين على السلامات. سلام الوقت، سلام تهانينا لحمد بن عبيد بالحلوس العامري على انطلاق شاهين في اللحظات الأخيرة ولحظات وصوله إلى خط نهاية المركز الثاني. ياتي مياس مطر بن مهير بالصوب. الاكتبي المركز الثالث، الطاغي لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي. المركز الرابع، انطلاقة الحذر خليفة بن هلال بن سيف بن هلال العليلي. ومع المركز الخامس حشيم المسلم بن سليم بن شويرة بالعامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. 13 دقيقة 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن عبيد بالعروس العامري على فوز شاهين بالمركز الأول. يضيف أيضا هذا الفوز في سجله الحافل بالإنجازات مياس مع المركز الثاني. 13 دقيقة 19 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمطر بن مهير بالصوب الاكتبي، واللي وصل مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات وصول المركز الثالث. المركز الثالث ياتي الطاغي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 24 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي، تهانينا للجميع والناموس. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في أشواط صباحي هذا اليوم، وينطلق